بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الوحدة الخامسة بقي عندنا جزئية تتعلق في الكلاس دايجرام، والكلاس دايجرام دائما ربطوها في قاعدة البيانات، وهي اللي راح تكون أو الأداة اللي راح تحقق لنا الهدف الثاني من مشروعنا. لأن الهدف الثاني من مشروعنا اللي هي تحليل وتصميم قاعدة بيانات المشروع. طيب هون قال إنه طبعا إحنا الكلاس دايجرام كنا حكينا عنها قبل المحاضرة هاي. هون بقول عندنا معلومة إنه الكلاس دايجرام هي ستاتيك دايجرام وليس دايناميك. ستاتيك شيء ثابت، دايناميك شيء متغير. يعني قاعدة البيانات تبقى ثابتة، إذا صار تغيير بيكون تغيير طفيف أو بسيط. تحتوي على أصناف وعلاقات، وهذه الأصناف حكينا شكلها في المرة الماضية، أو خليني أنزل تحت فرجيكم شكل الأصناف أو أذكركم فيها. هذه هي الكلاس دايجرام، إلها نيم، إلها attributes، إلها أفعال أو actions أو methods. طيب قايلنا هون في الكتاب إنه الأصناف تتكون من عدة عناصر، هي الكلاس تتكون من ثلاث عناصر، كل صنف إله على شكل طبعا مستطيل، إله name، attribute و actions، هذا كلام نعرفه. اثنين، علاقات تعميمية وتشاركية، الأجريجيشن والجنراليزيشن، اللي هي التوريث والتجميع. كنا التجميع مثلا كل كلية تحت تتكون من مجموعة أقسام، وكل جامعة تتكون من مجموعة كليات. التوريث، الطالب اللي في الجامعة هو عبارة عن كلاس، وهذه الكلاس في منها أكثر من نسخة، في يعني طالب ماجستير وبكالوريوس ودبلوم. فهدول الثلاث أصناف بتوارثوا بيانات من الاتريبيوتس وميثودز من الكلاس الأساسية اللي هي السوبر كلاس، والماجستير والبكالوريوس والدبلوم هم نسموهم سب كلاس. العلاقة الثالثة اللي التعددية الأسوسيشن، تتذكروا في الماجستير في الداتابيس وقاعدة البيانات كنت تاخذ علاقة 1 تو 1 1 تو ماني ماني تو ماني، لكل دولي علم ولكل علم دولي، لكل دولي عاصمة ولكل عاصمة دولي، الطالب يدرس عدة مساقات والمساق يدرس في عدة طلاب. هذه أشكال العلاقات 0 تو 1، يعني من صفر إلى كثير، 1 إلى كثير. 0 مثلا 0 تو ماني، أنا فت على السوبر ماركت اشتريت، ما اشتريتش ولا شيء، واشتريت أكبر قدر ممكن من البضاعة، ما حدا إله عندي، لأن هيك العلاقة محددة. ولكن مثلا هون مسمح لك تسجل أقل شيء ساعة، وأكثر شيء مثلا مش محدود. هون 0 تو 1 علاقة من صفر لواحد. هون هاي العلاقة مثلا 1 تو 3 المينيمم، من 1 إلى 3 بالماكسيموم 5 حسب الاتجاه الثاني العلاقة. ولكن هذا الكلام إن شاء الله في العمل بنوضح بشكل أكثر، لأنه هون النظري بحت. هون في عندنا مثال أعطينا شوية توضيح للعلاقات والأصناف. يبين جزء من مخطط أصناف نظام التسجيل، حيث تظهر ستة أصناف. البيلينج سيستم هو صنف، الكورس المساقات، student الطالب، instructor اللي هو الدكتور في الجامعة، lecture المحاضرة، part time student اللي هم الطلاب اللي بيدرسوا بنظام التعليم المفتوح. طبعا هون إمكانية تحديد هذه الأصناف قضية تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى بحث. إحنا اليوم في مشروعنا لازلنا بنعمل مقابلات وبنشوف تطبيقات سابقة حتى نحدد أصنافنا ونحدد الأكتورز اللي في النظام. لاحظ إن صنف student هو صنف وحالة استخدام في نفس الوقت. student يا إخوان هو class، تمام، بنفس الوقت هو actor. كلام شوي صعب عليكم لأنه أصلاً لازم نرسمه في use case diagram. طيب وذلك الأمر للصنفين billing system والدكتور. هم billing system هو actor نفس الوقت هو class، والinstructor المحاضر هو أكتر نفس الوقت كلاس. الكلام هذا شوي صعب، بس المعلومة المهمة إنه البار تايم ستودنت هو عبارة عن سب كلاس من مين؟ من السوبر كلاس
اللي هو student، لأنه يتوارث منه المعلومات والأفعال. طيب، وهو حالي خاصة من صنف student، والذي بدوره يرتبط مع صنف course بعلاقة عدد. طب مين اللي بدوره؟ البارت تايم ستودنت او الستودنت نفس الشيء، يرتبط بعلاقة تعددية مع الكورس. كيف يعني؟ كل طالب يستطيع تسجيل اكثر من مساق، والمساق يستطيع تسجيله اكثر من طالب. لاحظوا هذا الكلام من هون لهون. كمان يرتبط مع الصنف ليكتشر، مين هو؟ ستودنت. الطالب لا يستطيع ان يحضر الا محاضرة واحدة في نفس الوقت، والمحاضرة الواحدة يحضروها 40-50 طالب. إذن هاي علاقة عددية. لازم احنا نميز ما بين ثلاث علاقات: aggregation, generalization, association. aggregation تعميم، aggregation عفوا تجميع، generalization تعميم او توارث، والassociation علاقة one to one, one to many وغيرها. فإذا المحاضر لا يستطيع الحضور الا محاضرة واحدة من الساعة 8-9، من 8-9 يستطيع حضور مجموعة من الطلاب في هذه المحاضرة. طيب، والعلاقة بين المدرس والمحاضرة علاقة تعددية، يعني المدرس بعطي أكثر من المحاضرة والمحاضرة بعطيها مدرس واحد. طيب، هذا الكلام لو إحنا بدنا نرسم، خلينا نشوف هنا كان حاكي معلومة جديدة كمان. هناك علاقة تشاركية بين الكورس والبيلينج سيستم. إيش قصده فيها؟ قصده إنه بالفاتورة ممكن الطالب لما يدفع القسط يدفع لمادة واحدة أو لأكثر من مادة، يعني فاتورة ممكن يكون فيها مادة واحدة أو بيكون أكثر من مادة. نشوف الرسم. هذه الكلاس دايجرام اللي احنا نرسمها إن شاء الله لاحقا. هذا الكورس، ستودنت، بارت تايم ستودنت، بيلينج سيستم، وانستكتر، والليكتشر. لاحظوا الأكتورز، ستودنت، والبيلينج سيستم، والانستكتر، هذول كلهم وضعهم على شكل أكتور. بصير بارت تايم ستودنت والكورس والليكتشر هذول هم كلاسات. لاحظ student مع الكورس، الطالب يسجل عدة مساقات والمساق بيسجل عدة طلاب. student مع البارت تايم student علاقة generalization، بحيث ان البارت تايم student ماله يتوارث كل الصفات الموجودة عند student، وله صفة خاصة فيه اسمها تليفون نمبر. يعني student name والاي دي والبيرث ديت مين باخذهن؟ اي بارت تايم student، وله ايش اضافي؟ التليفون نمبر. اذا هاي بسموها الجنراليزيشن. لاحظوا السهم كيف بيجي. طيب، العلاقه ما بين الكورس والبيلينج سيستم. الكورس والبيلينج سيستم، دائما الكورس بعطي البيلينج سيستم اشعار انه انا لما اجي اسجل بقدر اسجل يعني الكورس يحتوي على كل كورس لما نيجي نسجله بندفع اللي هي الفاتوره. البيلينج سيستم الفاتوره بتحتوي عدة كورسات، والكورسات لهم كم فاتوره؟ فاتوره واحده، لان انا لما اجي ادفع باخذ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتوره بعطينا احنا طبعا ما عندناش النظام، عندنا مبلغ كلي، ولكن الورقه اللي بسجل فيها اللي هي الكشف التسجيل وعندي عدة كورسات، والكورسات بتكون مطبوعه في كشف واحد. طيب، الليكتشر المحاضر من شو بتتكون؟ بتتكون من مساق، من طالب، ومن محاضر. لاحظوا الاجريجيشن تجميع، يعني لولا هذول الثلاث ما بصير عندنا محاضره. لاحظوا هون العلاقه ما بين الليكتشر والكورس، الليكتشر المحاضره تحتوي عده كورسات، والكورس بيكون في محاضره واحده. طيب الليكتشر والستودنت، الليكتشر بتحتوي عده، يبدا شوي احذفهم عشان تكون باينين اكثر. لا، المحاضرة أو القاعة تحتوي أكثر من طالب، والطالب يحضر مادة في قاعة واحدة. المحاضرة والمحاضر، المحاضرة بدرس فيها محاضر واحد، والمحاضر بدرس في أكثر من قاعة. فهذا الكلام هو انعكاس للنص الموجود في هذا المكان. طبعا مش من أول كلاس دايجرام احنا بصير في عندنا خبرة كيف نرسم أو نحدد من هذا الأكتر من هالكلاس، ولكن إن شاء الله شوي شوي مع عدة أمثلة، وهذا المثال أولهم إن شاء الله بنرسمه بعد ما ناخذ البرنامج برو على الإنترنت، نرسم هذه الكلاس ولكن بشكل مختلف شوي، لأن هذا بيستخدم الراشنال روز، إحنا ما راح نستخدم الراشنال روز لأنه ما في عندنا مختبر. هيك بيكون هذا طبعا الشيء مش مطلوب منكم اللي هو CRC، مش كثير مهم بالنسبة لي.
هيك إن شاء الله بنكون أنهينا الشابتر الخامس، ولكن خلينا نشوف هذه الكلاس دياجرام شو بتقول. كورس، ستودنت، ليفينج سيستم، والانستكتر. لاحظوا هنا الانستكتر والكورس، المحاضر يدرس عدة مساقات والمساق يدرسوا عدة محاضرين، زي مثلا الاقتصاد الجزئي. شوف العلاقة ما بين الكورس والبيلينج سيستم. البيلينج سيستم تحتوي عدة مساقات، والمساق ممكن يكون مطبوع في أكثر من بيلينج سيستم، هذا حسب متطلبات النظام. الطالب هو طالب أجريجيشن مع الكورس، فهو أخذ علاقة الأجريجيشن تجميعية. هذه كلها طبعا حتى تكونوا عارفين إنه التحليل من خلال يرقم قلب يعتمد على خبرة المحلل وعلى جمع المتطلبات. بعض الأحيان بتيجي الجامعة بتقول أنا مثلا بدي الطالب كل كورسات تطلع في فاتورة واحدة. في جامعات تقول لا، أنا كل مثلا ما الطالب يسجل بقدر يطلع فاتورة يزيد أو نقص في المساق. هذا الكلام بيعتمد على إيش هي المتطلبات الموجودة عندنا في السيستم. ولكن هذا الدياجرامز إن شاء الله كلها طبعا أنا بشرح، ولكن حسب الطالب شو بيستفيد وشو بتعامل مع الشرح بيستفيد أكثر. هذه العلاقات إن شاء الله بنشرحها بطريقة عملية أكثر في الفصل في الجانب العمل. يعطيكم العافية، وبتمنى أنكم تتابعوا الواجبات في الجانب العملي والنظري أولا بأول. يعطيكم العافية والسلام عليكم.